يا مرحبا وسهلا، بعدنا في معسكر الجيش، واليوم بنبدأ نحكي لهم أشياء الجماعة يكون فيها شيء حياتهم كلها. معسكر لابد أن يكون عندهم شيء يسوونه ونسون فيه من باب أخلاقيات العمل، فبنحط لهم أول شيء مبنى ترفيه. بعد المبنى الترفيه لهم متحف 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 زين من أسفل ثقة. هاي خلنا نفتح زين، نقدر نحط لهم بولينج آخر شيء، مفروض إنه يكفيهم. الحين راوند بارك، راوند بارك ما بحطيه زين، لارج بارك بيستوي مكانه هنا والله ممكن يكون هني ترى بعد شوية البوابة وطالعين يعني. عندكم كلوزد بارك ما بنحط لهم، خلهم برايهم، بس ممكن نسوي لهم ترى شوفوا في انواع ديكوريشن هني لا حلو مثلا هذا، لان هني مثلا نقدر نحط لهم حركات لان هي كان والجيش نفسه صدق في عندهم اشياء ديكوريشن حلوه. احنا سوينا حق هذا نفس حمايه الحين اكسات واشياء، وحطينا اللوحه التمثال هذا تعتبر اعتز يعني. الحين المشكله الاساسيه عندي تو ديبلوي سولجرز، انا محتاج وايد شغل وايد شغل محتاج اسوي تو ديبلوي سولجرز. الميكانيكيه مال اللعبه مش بالوضوح صراحه. يس سر. انت شو مشكلتك؟ از فيري هانجري. زين خلنا نوظف ناس، نوظف جنودي مثلا هذا فك عمره عندنا ما بيشتغل، خلونا نحط قاعة طعام ثانية. قاعة الطعام بتكون ان شاء الله وايد مباني عندهم بشكل جميل غير انه جميل. هذا الحين بس هو صح، ليش ما عندهم اكل؟ اسوي لنا ستوب ثاني اكل. المشكلة قاعدين نصرف بشكل ان احنا قاعدين بنخسر اكيد. انا هذا شيء ثاني يعني جالس يلعب في مخي يعني. خلينا نحط المسهول الثاني، هذا حق وقت التدريب. اوكي المسهول الثاني نشغل فيه حد مسهول هذا برايفت هاوس، نشغل حد ثاني بعد ما يكون مميز في شيء حطيه ثينك. انا ثاني حقكم برايفت، هل برايفت ترى كذا تعرف هاي ونحطيت باور اوفرلود، قلنا جنريتر اتمنى زين. زين طبخ ثاني ما نوينا كان ما عنده. يس سير. اندرستود. برايفت هاوس. انزين هاي اللي بالهم شفات برايفت هاوس خرب بيتهم هاي وايد يطلبون. انزين الحين هذي اللي يشتكون من الحشرة. وهذه معاناة ثانية. طبعا ها كله بيبين الحشرة يعني. عرفتوا؟ بس خلهم برايهم خلهم حشرة حشرة. احنا نبغى جنود، جنود بنحطيهم على الريكومندز. للحين انا مش قادر للاسف اني اسوي ريد على حد ولا المهم، والفلوس قاعد تنزل بشكل مرعب. الحين المشكله هو يبون سكواد ولا يبون تيم حق الهجوم. تيم الهجوم يكون شوي صغير، هذا لوجيستكس ليفل 2
نقدر نلقى فركس نقدر نسوي له بالتو يزيد الانسليشن بعده 10% عن الحشرة. حلو. وعندنا نقدر نحن نفتح تانك ستيلايزيشن. الحين المشكلة هذا شو يحتاج على أساس الهجوم؟ شوفوا يحتاج ريتنج معين من الناس، فأنا ما قاعد أحصل الريتنج من نود مالي هذا معين، فهمتوا علي؟ بس لازم أطرشهم تخصص، ما ينفع يتمون بنفس yes, مثلا هاي اللي أنا اليوم تقول صح؟ وأباها تستوي مع الوقت، أنا ما عندي تخصص، هاي المشكلة. هذا شوفوا يحتاج شو؟ سالري. هذا شو يحتاج؟ يحتاج اوبريتر، اوكي؟ يحتاج اكسبلوسيف انجينير، يحتاج ارتيلري. زين انا عندي الحين الجنود تقريبا حق كل شيء، ما عاد الشيء اللي مش حاطني انا فعليا هو الاكسبلوسيف. زين نقدر نوظف الحين ناس في التدريب، حطيهم اكسبلوسيف اكسبرتس. هذا بيكون اخر خطه في هذا المعسكر، بعدين لازم نسوي هذا. اوكي زين معناه انا عندي متدربين اليوم انا هني، هذا برايه بنحط لهم سترينث بننزلهم. ايش ما عندي اكسب. اوكي ايه قامت توضع. اوكي هيا alright. الحين لازم امشي على الجنود واقعد اعطيهم التخصصات اللي انا اشوف منها مثلا جيدة بناء على المكس اللي عندي. يعني مثلا هل نتكلم عن الجنود في واحد عندي مشكلة؟ yes sir understood. اروح ارتاح انزل الحين السولجر yes, مثلا هاي حلو، هاي شو عندها؟ تقول هاي انتليجنس عندها مليون، يعني هاي بتروح هني تشوفوا بالالوان اكبر كريدت كودد صح؟ yes sir. مثلا هاي نباها بعد نفس الشيء نقدر نحطيها جول، بعدين نقول هاي لازم نقوي شيء ثاني فيها يعني خلاص هذه مش فل انتليجنس، فشو بسوي؟ راجو ذا احطيها راديو اوبريتر واقدر اشلها من التريننج اللي هي فيه. طب ما على انا ما اعترى العبه. مثلا بعدين تستوي تقدر جاسوسه، تقدر تستوي مال دبابه. فالفكرة العامة يعني أيوة هني أقدر أشلها من هني، مثلاً أقول هاي بستوي جاسوس صح؟ عقها من هني في هذا التدريب. والحين بنفس الطريقة قاعدين yes, باقي المهام، يعني هاي انتليجنس عندها فول صح؟ بشلها بعقها في سترينث مثلاً. yes sir. هذا كذلك، هذا عنده السبيد فول ست جول. شو بتستوي الحين؟ sure thing. أنت بتروح هذا بعدين تبغى تستوي بيا. All right. أطرش بسترينج ثرين. Sure thing. زين أنا أبغى أحتاج ناس حق دبابات صراحة. يعني أنا الحين مثلاً هذا. Fighter. Consider it done, boss. روح. أنا بيروح دبابة. Understood. عقب. لازم. Copy that, boss. عنده سترينجز. سترينج ثرودي قاعد يدرب. آه هو أوريدي قوي في الاثنين. أنا حولته هذا. أظني. Yes, sir. زين. الحين نفس الشيء هذا تقول الحين هذا روح فلوس بس محتاجين okay. ناس اكثر في الكرسي الا تروح على الكرسي. Roger that. انا ما توقعت بالطريقه هاي صراحه. مثلا هل يطلع التارجت ماله هني تشوفه؟ yes sir. مثلا انت سترينج تقول ارتيلري اوكي زين، بس انا على اساس اني مثلا اعطيك هني دبابه لازم اطرشه وين؟ اللي هو اكيورسي. شوفوا بالطريقه هاي نبدا نغيرها مع اساس نوصل التخصصات، لان الحين انا كانت على ما يبدو consider it done boss. ما قاعد اسوي شو؟ فلازم ابدل تمارينهم. مثلا هذا اكيورسي understood. اشتغل الحين راديو اوبريتر بعدين نحولك الى اكيورسي. ليش بغير understood؟ بس بياخذ مني وقت. مش ببلاش يعني. مثلا هذا الحين انا مو بان انه لحين بس الحين ببني. زين كلهم نحطيهم في الشو اكيورسي يس سر
بس انه نحتاج اشياء ثانيه لانه نحتاج ابيتر مع الوقت، فهذا اقدر اخليه اكسكلوسيف. اوكي جوردين تو بانينا نقدر نخليه يروح الحين شوي عفوا نبغى ناس طيارين، فهذا بيروح لازم يروح ارتلري. بس قبل لا يروح ارتلري خلينا نعرف بس ايش الوضع عندي. روجر ديد تقريبا زين. هاي بشو تقول؟ نبج واسيس بس مش هالكثر. كوبي ذات بوس. هذا روحي اكيورسي. اندرستود. زين وهلم جرى الحين انا قاعد اوزعهم شويه يعني بشكل عشوائي صراحه لاني قاعد اخطط بين اللي تحت بس سالفه كوبي ذات بوس. انا اعرف كوبي ذات بوس. يس سر. الحين الباقيين عقب بنسويهم. الحين بما اني فهمت سالفه السبيشاليزيشن لازم ابدا افتح شو اشياء ثانيه مثلا ارتلري. انا بعدني ما بنيته بس مبطل لنا، فخلونا نحط لهم ارتلري بلس بوينت. ممكن نحط الارتلري ينقضون زياده الحشره مالته بالطريقه هاي. ممكن نمد لهم شارع من ورا ترى بعد هاي نوصله في شارع رئيسي منها يكون اكثر من بوابه حقه ما عندنا. زين هذا اوريدي بينحط فيه ناس نو سولجرز اسايند زين بس مو مشكله. انا اريد حطيت ناس ارتلري وهذا از مسل انجري. ايش اخباركم؟ ما قاعد يعالجونهم. Yes sir. بدي تسبيشاليز. الحين بنبدأ نطرش ناس شو؟ Yes sir. انجينير. هنا بعد بدي. كيف اطرش كل العيادة؟ محتاج عيادة أفضل. Yes sir. هلا نطرشهم هاي يتخصصون على أساس لو نحنا ما بدينا نخصصهم. Yes sir. Yes sir. راح أواجهها. Yes sir. أرتلري. Yes sir. مشكلة اللي راح أواجهها. إني ما راح. Yes sir. Yes sir. Yes sir. ما راح أقدر أسوي هجوم. ما أقدر أسوي هجوم. Yes sir. بخسر كل فلوسي. Yes sir. بتوكل. هاي مشكلة ثانية. زين. الحين المباني الثانية. هاي كلهم عندهم مشاكل نوز 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 نوز. انزل انا نقدر نفتح الريسيرش. شو كان شغلت فيه هذا تكتري؟ نقدر نشوف لو نقدر نفتح عقب تانك طيار وجواسيس بعدين نقدر نفتح اشياء ثانيه كمس ما ادري شو خربطان. يعني انا ابغى اسوي ابجريد حق كل شيء صراحه. سيرت سيرش لاب 1200 بسوي له ابغى ازيد الفعاليه مال ريسيرش. انزين الحين نحن عندنا اولموست ايفريثينغ. ترى نقدر ندق ماب وندق على هاي اللي بعد مثلا هذا اكل نازل باي. نقدر نشوف فيو نقدر نشوف امو من برا وايد اشياء مثلا ها ريستوب. الحين بنبدا نشوف هنا. شوفوا يا سلام ترى المهمه المفروض انا بتكلفني فلوس. alright alright sure thing okay. شوفوا الحين انا ما اعرف اذا بينجحون ولا لا بس اول شيء محتاج ميزانيه. اوه محتاج واحد اخير صراحه. يا الله انا دق سكيب بدل امي يا جماعه الناس. يس سر. انا نطرش حتى يس سر. يس سر. هذا يس سر. زين وعندنا هني المفروض تحدى الحين ستة صح؟ روجر ذات. نطرش روجر ذات. قبل ما Roger that. Sure thing. لكن هاي متى بيرجعون موضوع آخر. أعطاني تايمر. نايس. لازم اشتري لهم. عندي قاعدة هناك. أنا بخسر وايد فلوس. كيف بطلع فلوس انا في هاللعبه هاي؟ هذا موضوع مختلف.
طيب تريتمنت طيب عدد هذا الامو ريستوك نسوي ريستوك انا حطيته وان مور شو تعال انت شو ريستوك انت بنحطيك نبغى دبابات بات الطيارات اوكي هذا معناه انت تحتاج ايش ما عندي خلينا نسوي ريكفري خلينا نشوف كل الجنود هذا بورنينج طاقه اي نايت سولجرز جول اساين وين سولجرز من غير جول طيب السولجرز بس نقدر نشوفهم كلهم اوكي نو تريننج انت هاي الوجر ان ميشن يطلع لي يس سر نايس هذا مال مس يس سر نحن مطفينا كوك بعد محسوب علينا تندي يس سر يس سر يس سر الجنود يقفون عليهم Yes, sir. إنزين هذا معناه. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ثانية بخلهم برايهم. إحنا الحين بنوظف جنود زيادة حق تم شو نحاول. شوفوا إنتليجنس الآخره. هذا خله هذا حق وظيفة. نزل الترينينج. هو الأفضل أظني كل ما نعين حد. نمسكه يس سر حطي لها جول مثلا هذا اندرستود وعلى طول يتغير اوتوماتيك يس سر هذا حطي له شو الجول ماله اقدر احط الجول تحت اورايت ايوه سو نايس اقدر احدد الجيش مالي كامل من البدايه Roger that. عجيب. أحب أنا هذا. أقدر أحطي أسوي له هاير. Yeah. خلي أول ما يطلع الزخة. Yes sir. يعني نحطي له جول. مثلا هذا نحطي له شو سنايبر. Sure thing. وده بيروح يطور كل شيء. ما يحتاج أنا أغير. نايس. Yes sir. أو نايس هاي اللي استوى فيهم في الماب أخباركم من زين ناس خسر عليكم فلوس يعني خبروني شو إنكم مالي ما زاد ولا عندي جنود جاهزين عن شو هالجنود راحوا عليه ولا شو اغير مكانهم بس ها شو بيعطيني خلينا نفتح ال انفورميشن زين انت في شيء دخلنا ترى اخذ قلب ما اقدر 3000 زين بس الانكم من وين جاي دوله بريدت تريتريز كل ما اخذت تريتريز يعطيني انكم زياده الحين هذا موضوع جميل خبر نفتح الريكروتمنت نرسم مستقبل مجموعه ناس ونطرشهم لشو على طول اللي نبغاه هذا يا yeah. مثلا على طول يس سر نعطيها سبيشاليزيشن جول هاكر لا جاجر ناتس 15% باتل رانك هذا شو؟ نس سايبر غيره
زين اذا احطي تحت معناه لازم يوصلون كل شيء كل من البدايه صح؟ بس ما بيوصلوا عندي في التخصص. هاي مشكله ثانيه، يعني هاي اللي حطيتها من الحين. يس سر. انا ما عندي لهم مباني تدربهم. اذا ما عندي مباني لهم تدربهم انا في معضله بعد. صح؟ على سبيل المثال ما عندي حد جاهز الحين. لاني حطيتهم شو؟ في مكان مختلف شو. بس انا ماينس 9000. وكم عندي من بركساتي كلها فل. خلنا من البركس نبدأ نعين ناس. يعني حاطنهم غلط كان تدريب ما حاطنهم يلبسوا عليه. زين نحط لهم مس هول عند مكان التدريب. خلنا نجرب الحين. زين نقعد نوظف هني ناس مثلا ايش هذا بارتي. لا اخ يا حرام المهارات اللي ضايعه فيهم حتى طباخين. هذا طباخ. وهني في عندي ناس بتسكن ترى. اوكي لان انا عندي شبه كل المكان حتى الغرف شبه كل. بس هاي تكون برايفت هاوس. Yes, sir. اوكي لا مش عارف. زين هذا معناه الحين انا بالرقصات صار عندي استيعابيه اكبر. ابدا اخصص الناس. بس تخصيص الناس كيف بي؟ من طريقه تكتري. لازم ابدا افتح المعسكرات اللي عندي تانك. زين نشتري تانك مثلا. هذا اول شيء نبغاه. هذا اول شيء حاطينه نحن. تانك روح للترينينج وتانك سبيشاليزيشن. حولت من تصميم الى استكشاف. التانك اوريدي المفروض يكون في ناس. يعني من يجهزون عندي ناس محطوطين سبيشاليزيشن تانك. المفروض على طول يجون وين؟ يجون هني وياخذون التخصص مالهم. بس انا الحين مثلا خلنا نسوي ريستوك. خلنا نشوف هل هذا المكان ما يكفي ولا شو السالفة؟ لان الحين اذا بحط ناس تانك ليش يبغى له 450؟ الحين الدفعة الجاية اللي بتي زين نسير احطيهم. لو اقدر احطيهم من هني طول كان بيكون فنان صراحه. يس هاير. بحب هذا هاير. يس سر. على طول ست جول. Consider it done, boss. Yes, sir. Copy that, boss. Yes, sir. All right. يبقى لهم وقت بس. يبقى لهم وقت. وقت وايد. بعد هيا. أنا ما يفرق بي أنتوا شو تبون. أنا الحين أنا شو أحتاج. على أساس أغزو. Yes, sir. Consider as. Consider it done, boss. هاي أوريدي عندها 3 رودز. يا الله. يا مش ممكن. Yes, sir. ليش هذا؟ Roger that. Yes, sir. ايش سوي تمرنوا على كيف؟ Okay. Yes, sir. انت اخر شيء. Justin. تهبل علي. Yes, sir. Understood. Yes, sir. إنزين الحين هذا almost ready to spell. Nice. Strength guys. 5 more issues. المشاكل تبدأ تطلع تطلع تطلع. بس أنا ما كنت فاهم موضوع التخصصي. عرفتوا؟ الحين بديت أفهم لأن أنا في البداية غلط. فالإنكم مالي قاعد يموت.
لكن فعليا المفروض يطلع ناس عندي ذا تخصص اساس اني اقدر اطرشهم مكان. بس هاي الحين انت ما يسوى شو اسمه لو كل واحد يعطينا 1500 4500 معناه فعليا لازم نبدا معسكر صغير زين ونبدا نوسع منه. ولا الطريقه اللي انا مسوينها سيئه جدا سيئه جدا جدا اكثر من سيئه يعني. ولا تسوون لا تلعبون نفس الطريقه اللي انا قاعد زين الحين هايل عندهم مشاكل طبيعي بتطلع مشاكل تعبانه جدا. روح اتمرن اركب سمثينج اوكي مشكلكم ترد شيء ثاني لا تحسبوني ياه ان هذا اورايت كم شو معكم مخ احسن وير ايلس زين الحين اللي نحن نباه فلتر هني مثلا هني هل يتمرنون اماكن ثانيه الفلتر سو جزء بورنينج سو جزء شوز الجول أساين هاي اللي عندهم الجول مالهم مثلا شو الجول مالهم هذا متكسر هذا sure thing زين روح ريح فكنا يس سر الحين هذه وين يس سر والله الوضع راح يصير بطيء بشكل يعني سيء يعني صراحة راح يصير بشكل سيء 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 لأن الجنود اللي أنا مفروض الحين الفيميشن هاي الباقين واحد يشتغل لا مختلفة برايفت شو علمته ايوه كلمت موجودة هنا ايوه هاي البرايفت انزين الحين هني اقدر اشوف شو اللي ناقصنهم فكرة يعني الحين اقدر اي اول لستة البرايفت هذا عنده جول يس سر مثلا هذا انتليجنس فول نقدر نخليه روجر ديت نحتاج نبغى سباي صراحة يس سر يس سر بس هل راح يدربون نفسهم؟ هذا السؤال لازم انا اغيرها لازم انا اغيرها اوكي يس سر مثلا هاي في تخصص لكن هل صار غير من نفسه؟ ما أظني إن هذا يبقى أحمر بس. Good sure thing. Oh, gosh. Yes sir. Yes sir. أنت الحين. Box with gold. Copy that, boss. Okay. Yes sir. الحين ما أحتاج هالجنود كلهم اللي أنا معينهم أساساً. يعني أنا الحين معين. كمية ضخمة ما لها داعي من الجنود يعني بشكل يعني يزعل يعني شكل يزعل وايد صراحة اوكي بس ما على ما عليه تعلمنا في yes, الاشياء ان احنا شو ممكن نسوي تالي عندنا شوفوا جاهزة جاهزين المكان معناه 500 المشكلة فين معناه إذا في البداية نقدر نحن نسوي سبيشاليزيشن حق أشياء بالتسلسل راح نقدر نعدل الوضع. أشوفكم في الفيديو القادم وبشوف آراءكم هل نكمل السلسلة هاي ولا لا.